موجز الأنباء من زومسا تي في بطنجة، أهلا بكم. تعرض حوالي 75 عاملا بشركة ميت بيبر المتخصصة في إنتاج الورق للطرد التعسفي أمس الاثنين دون سابق إنذار ودون تقديم تعويضات للعمال المفصولين حسب هؤلاء، ما دفع بهم إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر المصنع في مغوغة للاحتجاج على الفصل التعسفي وللمطالبة بحقوقهم المشروعة حسب قولهم. وكنا قد ربطنا الاتصال مع الشركة المعنية إلا أن الأخيرة رفضت الإدلاء بأي تفاصيل بخصوص الموضوع. احنا لكننا تنعتبروا بان انخراط في تعتبر هو والحاشيه ديالو تعتبروا انخراط في النقابه حق ماشي مشروع، حنا تنعتبروا حق مشروع وتنجدوا من هذا المنبر هذا تنجدوا سيد الوالي، وحنايا ظلمنا هذا السيد ما عندناش الا الله وسيدنا الله ينصره، الله ينصر سيدنا. حنا دابا المطلب ديال اننا يكون عندنا مكتب نقابي تواجهنا بالطرد التعسفي 70 واحد الزنقه، هذا هو حنقولوا الخلاصه، هذا هو السبب الوقوف ديالنا هنايا، ان هذا الحق النقابي حق دستوري من حقنا. انتخب محمد الحمدي وكيل حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة بعد حصوله على 50 صوتا خلال الجمع العام الذي انعقد أمس الاثنين وعرف تغيب 6 أعضاء. وفاز محمد الحمدي للمرة الثانية على التوالي بعدما انتخب لنفس المنصب سنة 2012 في إطار انتخابات تجديد مكاتب الغرف المهنية وفقا للقانون الجديد. هذا وقد شهدت عملية التصويت حالة من الفوضى وشد وجذب بين عدد من الأعضاء. ألقت السلطات المغربية والإسبانية في عملية مشتركة القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتجنيدهم أشخاصا لتنظيم داعش، وتمت عملية الاعتقال في ضواحي مدريد وفي مدن عديدة في المغرب. يشتبه أن يكون المعتقلون مشتركين في شبكة لإرسال مقاتلين إلى مناطق في سوريا والعراق يسيطر عليها التنظيم الإرهابي. أطلقت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برنامجا متكاملا للاستقبال الإلكتروني بهدف التوجيه بخصوص المساطر والإجراءات والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن البرنامج يتكون من مركز الاتصال والتوجيه الإداري وبوابة للخدمات العمومية، بالإضافة إلى تطبيق باللغتين العربية والفرنسية، مشيرة إلى أن المركز يطلع بمهمة تلبية حاجيات المتعاملين مع الإدارة والاستجابة لمتطلباتهم من خلال المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية المرتبطة بالمستندات الإدارية. في الشأن الرياضي، وجهت غرفة النزاعات التابعة لاتحاد الكرة المغربية استدعاء لرئيس نادي اتحاد طنجة عبد الحميد أبرشان والمدرب محمد أمين بن هشم للمثول أمامها يوم 8 أيلول سبتمبر المقبل، وذلك لحسم النزاع القائم بين الطرفين بشكل نهائي وإصدار حكم في قضية أثارت الكثير من الجدل. وتعود فصول النزاع لقرار مسؤولي اتحاد طنجة الاستغناء عن المدرب بن هشم وفسخ عقده من جانب واحد وتعويضه بالجزائري عبد الحق بن شيخة، وهو ما أثار غضب المدرب المغربي بن هشم وجعله يتصدى للتوقيع مع بن شيخة ويعتبر نفسه المدرب الشرعي للفريق، مطالبا مسؤولي طنجة بتعويضات مالية تصل إلى 160 ألف دولار. في وقت يستعد فيه المنتخب الوطني لكرة القدم التوجه إلى مدينة أكادير حيث سيعسكر الأسود لأيام قليلة قبل التوجه إلى ساو تومي بحثا عن الفوز الثاني في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2017. لوح في الأفق خبر يروج إلى غياب اللاعب سفيان بوفال عن الحدث ورفضه دعوة الزاكية للانضمام إلى صفوف الأسود. وأوضحت بعض المصادر أن بوفال اعتذر للقائمين على المنتخب وللمدرب بدو الزاكية، مشيرا أنه غير جاهز في الفترة الحالية لأن يكون أحد لاعبي المنتخب المغربي. انتهى الموجز، في أمان الله.